السلام عليكم، تمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. نتمنى تكونوا كدوزوا رمضان بخير وعلى خير، وخا اليوم الحرارة بزاف ماشي غير شوية في المغرب، حارة حارة تتشوي. المهم هنا كنوري لكم الصور ديال واحد الجامع، راه كنت بارطاجيته معكم وكانوا ساهموا بزاف ديال الأخوات في يعني في سميتو في البناء ديالو، وباقيين ما كملوش، راهم مازالين خدامين فيه، بقى لهم هذيك السمعة الفوقانية ديالو اللي الاخر كاع، وان شاء الله غادي يكملوا. ونداء المحسنين والمحسنات اللي بغى يساهم في هذا المسجد، غنخلي لكم الرقم هنا الفوق، اللي بغى يتواصل مع مواليه ويعاون في سبيل الله، الله يجزي اجر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقوم بإنشاء هذا الفيديو لتقديم مسجد الهدى الذي يشيد في دوار تشقيقال جماعة فم الجمعة تحت إشراف جمعية الهدى، ونود أن نقدم الشكر الجزيل لكل من ساهم في بنائه وتشييده، ونخبر المهتمين أن الجمعية حصلت على ترخيص لأداء صلاة التراويح في هذا المسجد، ونطلب من المحسنين المساهمة والمساعدة في إتمامه إن شاء الله. المهم انتم سمعتوا الامام ديال الجامع، كل شيء قالوا على هذاك الجامع وهضر عليه، وكيشكر كاع الناس. انا كنشكر الناس، راه ديجا بارطاجيتو معكم باش شي 4 شهور ولا 5 هذه تقريبا، وساهموا بزاف ديال الناس الله يجازيهم بخير. المهم انا خليت لكم هنايا النمره وداك الشيء، كل شيء اللي بغيتوا تواصلوا معاه. غنخرج نتغدى واحد شويه ديال الحوت، وغادي نرجع للدار باش غادي نشارك معكم الفطور ديالي ان شاء الله. انتما ها الحوت اللي جبت معايا، جبت معايا الفرخ ها هو، والكروفيت الكري ها هو. غنشدهم دابا، غادي نغسلهم مزيان، غنحيد لهم هاد الشوك، هاد الشيء، هاد العظم ديالهم، هذا فيهم غير هذا الفرخ، فيه غير هاد السلسول الدخلاني ديالو. كروبات غادي نقي، نحيد لي القشور ديالو، غنحتفظ بالقشور وغادي نرجع معاكم. هنا نقيت الكروبات ها هو، غنخليه هنا، وهاد القشور ديالو غنديرهم هنا في الطنجرة، غادي نشللهم من بعد. وقبل ما نشللهم غادي ندير هاد الفرخ تا هو، ها هو شوفوا معايا الفرخ هنايا، غنشدو تا هو وغادي نحيد ليه هذيك الهبرة ديالو. غادي نحاول نحيد ليه الهبرة بهذا الشكل هذا والجلدة، دارني واحد الطفر حاجة مسهلة. قال لي نصايبو لكم الحوت، ولكن تني عامرة بقيت تسنيت ما تضيع الوقت، قلت اللهم نديه للدار ونصايبو لراسي. جاكم اجي فكاكني ايوتو باي انتو ما عندي ديتو فيني كوا كده فعلا كوا طولي من لابيلي. كلشي غادي يحيد ليا جاكمو هكا، حتى غادي يحيد ليا كاع الجلدة ديالو. انا بغيته بحال هكا على الهبرة ديالو، هي هادي اللي بغيت، وداكشي الاخر كاع دوك العظام وديك الجلدة وكلشي، هادشي غادي نديرهم هنايا مع هاد القشور اللي هنايا، هنا في الطنجرة غنغسل كلشي باش غندير بهم المرق ديال الحوت، يعني حتى حاجة ما كتضيع في الاخر. غنستمروا هكا حتى نكملوا، غادي نوريو لكم. هنا صافي دوك القشور كلهم غسلتهم، درتهم هنايا هكا، درت معاهم واحد شويه ديال الماء، وهنا الفرخ نقيتو حيدت غير ديك الهبره، والكروفات هو نقيتو حيدت لي داك المصران ديالو كاع من هنا، كلشي نقيتو مزيان. هذا غادي نديه بسرعه دابا، غنخليه يطيب لان بغيت هذاك المرق ديالو، نخليه هنا يطيب مزيان واحد ثلث ساعه هكا تقريبا هنا، وغندوز في نفس الوقت نحضر هذا. غادي ندير هنا بسم الله هكا، غنشوف قال لي تاكم ما تكثريش على هادي، ما تطحنش لك كلشي وتخليك هنايا اون با تطحن. احنا غنديرو فيها، غادي نخلي شي وحدين ها وراش تبغي نغسلو، نخلي شي وحدين للتزيين، نخليو هادوك صافي. كوستيني لا شو دوبو وغنطحنهم. دابا ملي تتهرمش ليا بحال هكا ماشي نكمل ليها الطحين، غادي ندير معاها الوغ فوي فار لي بوربيت باش غتجيكم واعره وبنينه بزاف. وحده هاد الكميه ها نتوما قرقعه، وحده جوج ثلاثه نكمل اربعه القرقعات ها هما، وغادي ندير معاهم واحد الحفينه ديال البيستاش.
مش غتجي مالك هي رويال هاد الكفته هاد. بون ديامو. وغنجيب الكاجو حتى هو غادي ندير منه واحد شويه قبل ما نجيبو ان دايره فقره اخرى. غندير واحد شويه ديال المليحه. غادي ندير لوريغانو اللي تيساعد كاع الا جاتكم اي حاجه كتجيكم ثقيله في الماكله ما كتهضمش ليكم دائما ديروا معها الزعتر لوريغانو. ها مات انا هو اللي كيفكني في المعده ديالي وكيساعدني في الهضم كيعجبني مزيان صافي. وغادي ندير معاه واحد شويه ديال الكركم البلدي خرقوم البلدي غير شويه حتى هو منه هكا ما كثروش. والكمون حتى الكمون زوين في الهضم. هذا شكرا شويه ديال الكمون كمون ديال بني ملال كوموني ديال بني ملال ماشي الكوموني ديال بيرغامو. وغادي ندير الربيع عندي هنايا المعدنوس مقطع. الطريقه راه زوينه البنات راه دايره معكم الفيديو كيفاش تحتفظوا عليه راه تيبقى حتى تيسالي هكا 10 ايام 15 يوم سيمانه شحال حتى يمشي لكم. والقزبر بنفس العمليه بلا ما تبقاو كل نهار طحنه شفتو كيناشف السر ديالو هو هذا كديروا الكارطه لتحت والكارطه الفوق باش تشرب ليا ديك الرطوبه وما تيخسرش ما تيفسد ما والو صافي. ونخليهم دابا هنايا باش فين بغيناه تلقاوه نمشي نجيب الكاجو ونرجع صافي. وغندير هاد شويه ديال الكاجو حتى هو هكا. وغادي نطحن دابا كلشي مزيان. دابا عاد غادي نطحنها باش تولي ليا كفته هنا صافي. ملي تطحن ليا شويه هكا مع ما فيها لا زيت لا والو ما كتكونش ما ديال الحوت غندير لها واحد شويه كيكه ديال الزيت هكا. وغندير لها واحد البيضه اللي كترطبها من الداخل ديالها هي صافي. وغنطحن دابا كلشي وغادي نوريها لكم مطحونه كلشي تطحن. شفتو كيف تصبح كفته الملكيه ولكن ما تقيسوهاش بيديكم هكا راه غادي تلصق. غديروا الماء تلزقوا يديكم ديروا واحد الطبيسه لحداكم هكا ولا جبيبه ولا ديروا فيه الماء صافي وتتهزوا. ها بروندو بالي بربيتا سي ما تتلصق ما حتى شي حاجه شفتوا تشكلوها كما بغيتوا. شفت هنا غير واحد المول ولا جبت بصيل ولا شي حاجه فاش غديروا الثومه. غادي ندهنوا بشويه ديال الزيت وغنبدا نهز دابا ونشكلها كويرات هكا. غنبدا نحط هنايا غتجي رائعه والمذاق ديالها زوين. غندير منها انا جوج ديال الاطباق باش غنوري لكم جوج وصفات ديال الهنيت بنفس الحشو. هنا هنا كملت هاد الكويرات ها هما كاع حطيتهم هنايا. جبت واحد البصله في نفس الهاشوار وغادي نطحنها ودرت الطويجين هنايا كيسخن ها هو شعلت عليه البوطه ودرت ليه الحديده. الاخوات راه مشاركه معكم هاد اللعيبه هادي اللي عندها الطاجين بغات تحطها هنا دير غير هادي ديال الالومنيوم راه كيمشي هنايا صافي. غادي نطحن هاد البصله هادي صافي. هنا درت هاد البصيله في الطاجين وغندير ليها واحد شويه كيكه ديال الماء غير شويه وغنخليها هنايا واحد شويه تشحر. وغندوز انايا لهاد الشوربه هادي هاد المرق هذا ها هو غنطفي عليه غنمشي نصفيه. هنا تحول الطاجين هنايا تنكون مرتاحه هنايا اكثر. وغادي ندير فيه دابا هاد البصيله هاي بعد ما دبلات ليا واحد شويه في هذاك الماء شفتوها تترخى. غادي ندير ليها دابا واحد شويه ديال زيت الزيتون صافي. تندير شويه ديال الزيت هنايا شويه ديال المليحه اوريغانو شويه ديال سكينجبير حتى شويه صافي. تنحرك هادشي خليه شويه تحر مزيان هاد البصيله لان هي الوحيده اللي غتكون قاصحه هنايا باش الطيب ما تبقاش خضره صافي. غنخليها هنا تبان ليا مزيان غنسد عليها الطواجين. الطواجين غيجي رائع اليوم طاجين ملكي. وغنجي انايا هنايا للطنجره باش غندير شوربه لان الخضره هي ضروريه خاص دائما الفطور ديالنا يكون متوازن ماشي نبقاو نديروا على الحريره والخبز وداكشي ونساو الخضره. غادي نشد هنايا عندي واحد بطاطا ها هي ديك بطاطا الموف غادي نحاول نقطعها طريفات هنايا بهذا الشكل هذا. حاولوا تقطعهم طريفات يكونوا زوينين باينين انا ما غاديش نطحنهم. عندي هنايا بطاطا عندي واحد الحبه ديال مطيشه عندي جوج ديال الزازر جوج ديال الكرعق جوج بطاطات صغار وحده ديال البسباس وجوج فصوص ديال الثوم. هادو هما الخضر اللي عندي غنشدهم كلهم هنايا
غنزيد الكرافس حتى هو راه كاين عندي الوريقات ديالو. غادي نرقق كلشي هنايا وغادي نوري لكم على بال ما توجد ليا هذيك البصيله يمكن وجدات. نشوفوها ها هي فوالا صافي. غندير ليها دابا الصلصه ديال الطماطم. ها هي راه مجداها معكم نهار جوج في شهر جوج ديال هاد العام هذا الشهر اللي داز. اوكي هي تحلات ديال الدار نديرها هنايا بالشكل. ندير غير النص ديال القريعه هكا باش ما نقويش هذاك الشيء. غنحرك مزيان هنايا هكا ندير واحد الوريقات ديال عصاية سيدنا موسى ديال الطاليان. جاوني يا جاكم من الطاليان غنشللهم نديرهم هنايا هكا صافي. غنجيب دابا الكفته الكفته الملكيه ديالنا ها هي تقريبا كيلومتر هنا. ولكن بلاتي قبل سكوزا قبل ما ندير هذيك الكفته غندير واحد شويه ديال الربيع هنايا شويه ديال القزبر هادشي الملحه ما عرفتش درتها ولا لا وفاتوصا عليك ما عرفت. نرجع الفيديو نقلبو نشوف واش كاينه الملحه ولا لا محاش واش درتها هكا صافي. هنا تنقاد هادشي مزيان هكا وندير لي واحد شويه ديال الحار معايا القا غير شويه باش نسمو نبنن وصافي هكا. وغنخلط على الثاني دابا كلشي مزيان هكا صافي. دابا وغنجيب هاد الكواري بسم الله وغنحاول نبدا نرتب فيهم هنايا هكا ايوا صافي. غادي نحاول نحبط هاد لاصوص ونخوي عليهم المرق باش يتنسموا ليا هكا. ها نسمهم حتى هما بهذا الشكل اوكي شي يجيو بنانين من الفوق ومن التحت هكا. وغادي نجيب دابا الغطايه ديال الطاجين غنقاس عليه مزيان وغنخليه هنايا يطيب ليا على خاطرو حتى تيقرب وغادي نوري لكم عاوتاني. وانا غنكمل الخضيره ديالي هنايا صافي. درت الخضيره ديالي كلها وعقب درت معاها لي طوماط سوغيس. جاكما بغا هادي قال لي خليها ليا تديريها هي مع الحبق وبصيله خضاريه وديري ليا سلطه. المهم درت هنايا غا لي طوماط سوغيس دير كما اللي بغيتو مطيشه تكون. وغندير واحد شويه ديال زيت الزيتون وغادي ندير شويه ديال سميتو خرطوم لا ماشي الخرطوم سكينجبير هذا باش فيا بغينا السم بلا ما تقويوش العطريه. ما تقولوش تقوي العطريه في رمضان باش تكونوا بخير في الغد ليه تكونوا دائما مرتاحين في المعده ديالكم. شويه ديال المليحه وغادي ندير معاها واحد شويه ديال الصلصه ديال الطماطم ونزيد واحد جوج معايا القاع ولا هكا باش تنسم ليا حتى هي صافي بركه. وغادي نجيب دابا المراق ديال الحوت وغنجيب الكرافس. قبل ما ندير كرافس ندير واحد شويه ديال القزبر عندي هنا ديجا مقطع ها هو هكا. ونحيد هادشي ونمشي نجيب كرافس من الثلاجه نديرها هي فوق البوطه هنايا نحطها بغيتي ندير لها هادي. درت الطاجين واحد الوحده اخرى جاب لي جاك مون طاليان وندير لها هي هادي بحال هاد نخليها هكا هنايا. ونجيب كرافس ونجيب المرق ديال الحوت. غندير المرق ديال الحوت ها هو صفيتو نديرو هنا باش ما تحرقش ليا وباش غنروي باش تجي فيها النسمه ديال الحوت هكا صافي. دابا غنجيب الكرافس تنحركوها بعدا صافي. هاي باقي ليا المرق واحد شويه غنزيد نصفي حتى هو نخليه ملي هاد بدا تشرب شويه غنبدا نزيدو وغادي نوجد الكرافس دابا ونوري لكم كلشي. هنا غنعجن شي خبيزات الفران غادي ندير غير الدقيق الكامل ها هو غندير معاه واحد شويه ديال الخميره. جاتني واحد المكالمه جاوبت فيها ولكن فكرت غادي خبيزات بغي نديرهم الفران وغنزيد واحد شويه ديال الدقيق شويه وغادي ندير حتى منو طبيطات نرطبو بالطبيطات. المهم درت غير الخميره والماء الدافي ها هو وغندير شويه ديال الملح القياس ديالنا هكا وغادي ندير شويه ديال زيت الزيتون صافي. وغنجمع كلشي هادشي مزيان غندلك هادشي وغادي نوري لكم العجين مدلوك مزيان هكا
هذا الزوين المغرب. عيط لي مول الحليب جا لتحت وعيط لي. خليت العجينه باقا كاع ما كملتها، كنت كنعجن فيها. وهنايا الزيت من عنده الحليب، هاو جبت 3 ايطر وشديت لصاحبتي وصاتني بغات ايطر ديال اللبن وجوج ديال الحليب، ها قليت من لتحت. هنا دابا غندير كرافس، ها هو خليت النهج غنديرو هنايا عاد باش نستعمر ندير داكشي ديالي. غنغطي هادي هاد العجينه، غنغطيها غنخليها واحد 5 دقائق ولا ما كاملاش وغادي ندوز للطاجين. صافي دابا نرجع للطويجين. ها نتوما شوفوا معايا كما تقولوا وجدت. تنجي دابا عندي الكروفيت، غنبدا نزينو هكا بالكروفيت بهذا الشكل هذا. نحط عليه الكروفيت هنايا، صافي ندير لي واحد شويه كيكه ديال الماء نزيدو ليه هنايا. وغادي نجيب واحد المعلقه ونحط على هاد الكروفيطات تا هما باش يتنسمو شويه هكا من كل جهه. نهز شويه فوالا. صافي غنسد عليه دابا، ها هو واجد هاد الطويجين. ولكن بلاتي ندير ليه عاوتاني شويه ديال الربيع. ها انتوما هاد الطاجين الملكي ديالي، ها هو شتو كي تيجي هكا. صافي دابا ما بقاش غادي نتفكر طويجين، غننساه. هاد الكروفيطات اللي بقاو غادي نديرهم هنايا مع الشوربه. يبانو هاتا هي هكا الشوربه كتجي رائعه، كتجي زوينه. وكنخليها تطيب ليا على خاطرها مزيان، ناقص عليها تطيب على المهل ديالها. صافي هنا دابا ترجع للعجين، ها هو درت هنا غير شويه ديال الدقيق هكا باش غادي نخدم. انا بغيت نحيد منه الطيبيطات، غندير واحد 3 ولا 4 هما الاولين، نشكلهم كويرات. الطيبيطات قرصتهم ها هما، درت 4 الحبات هانتوما، غنغطيهم ونخليهم هنايا. وندوز لهادو ديال الفران نفس العجين، غادي نقرصهم دابا وغادي نوضعهم في الطبق. صافي هنا بقاو لي الطيبيطات، درت المقله تسخن، غادي نبدا نهزهم دابا ونوضع فيها شتو لي راسهم من هاديك الجهة. غنقيهم الشوربة طفيت عليها، هيا شوية تشد لي راسها هكا ونقلبها. فوالا شفت صيفطت الخبز الآخر مع ولد أختي داه لي الفران، وهادو دابا أنا خليتهم هنايا غادي نطيبهم. حاطيهم سد الباب ورجع. شتو ختي تنفخ ما شاء الله. صافي غنستمر دابا هكا حتى تنكمل هذوك الطبيطات. هنا هاد الكفته اللي بقات هي بقى دوائر، غادي نشدها دابا غادي نديرها هكا. هانتوما درتها غير كويرات، غنشدها غندير لها الشكل هكا في ايديا وغادي نوضعها هنا في الطيبات بهذا الشكل. نحاول نلبسها للقطيبات هكا، ونوضع هنايا وندير الكميه اللي بغيت بهذا الشكل. هنا الكفته ديال رويال هي ركبتها هنايا في هاد القطيبات، غندخلها للثلاجه وغنخليها. وغندوز ندير واحد العصير ديال انا نوري لكم هنايا التفاح، التفاح وسكينجبير ها هو غسلته، والحامض قطعت الحامض طريفات هنايا ودرتو. وغنجي هنايا الماكينه ديال التنتريفوكا اللي تتعصر لي تتخرج لي غير الماء ديال داك الشيء كلشي، العصيرات اللي بغيت ما تديرش ليا، تتخرج القشور بوحدهم والعصير بوحده. صافي هنا وتنشعل الماكينه هكا وتنجيب التفاح، تنبدا ندير هنايا شويه ديال التفاح شويه ديال الحامض شويه ديال السكينجبير. صافي وتندفع هكا نشوف من الفوق. هانتوما شوفو كي تينزل العصير، باقا ما نخليش ينزل، خليته يولي عندي كتير. وغادي نستمر بنفس العمليه،
حامض باش ما يكحلش لينا العصير. شوفوا هنا شكي ينزل، ينزل هنا داك الشيء، داك القشور ديال التفاح ديال السكينجبير وكل شيء، داك الشيء التخا ديالو من هاد الجهه. وهنا العصير هاو، هو طحنت بزاف. شوفوا كيفاش كينزل، مصفي في التري مقاد، ما تحتاج ديروا ليه حتى شي حاجه، وطبيعي وجد صحي. هنا سالينا، ها انتم شوفوا معايا، ما كملش يطرد كيلو ديال التفاح، عفوا ها انتم شفتوا كتيجي، تيجي رائع هذا، زوين طبيعي بلا ما تطيبوه ولا حتى شي حاجه، سكينجبير والحامض وتفاح كاملش كيلو. غنديرو دابا في واحد القريعه وغادي نحطو حتى هو، غندير ديال الفريز دابا، فريز هاد البوكال غطيبت فيه الفرامبواز بلا ما نغسلو، صافي غادي ندير مع هذا الماء ديال سيدي علي، ماء معدني، وغادي نطحنو. هنا غندير الجاكمو شليضه اللي تشهى عندي هنايا، غمطيشه هكا، وغادي نشدها هاد المطيشه، هاد كوري دي بويو هكا دايره زوينه، غادي نشدها وغادي نحاول نقطعها هكا، ونزيد عاوتاني نقطعها هكا بحال الشلاطه المغربيه، ونقطعها طريفات صغيوين بهذا الشكل هذا. صافي هنا خلطت هاد المطيشه، وغندير هنا الميني هاشوار، غندير فيه هاد البصله هادي الطاريه هكا زوينه ديال المغرب، شوفي مولاي الكوار راضي يزين بها، بحال راه كتشهي. غنديرها حتى هي هنايا دابا، وغادي نشلطها مزيان، دير البقوله تتشحر، وريتهاش ليكم بالحق. ها هي شفتوا هنا مزروبه، عاد ندير هنا وندير هنا، وما كانش معايا اللي يشد معايا، تنزرب درت لهم غير الثومه والكمون والحامض المصير والزيتون، والبقوله كانت عندي ديجا ما دايره اليد على الاخيره ديالها، كانت عندي مبخره في الثلاجه، تنشريها وتنبخرها وتنخلي كميه حتى تنبغيها هكا وتنشرملها في لوموم. صافي غندير هاد البصيله ما شاء الله تها هكا، وهنايا غادي ندير الخص، ندير الخص واحد شويه، غادي استعملتو بقى ليا هاد شويه، غنديرو هنايا غنشلطو مزيان، وغنضيفو ليهم حتى هو الخص، كيجي مزيان مع الطيشه البصله. شلايده دابا واجده. صافي هنا تندير لها دابا شويه ديال زيت الزيتون هكا، شويه ديال الكمون، ملحه، شويه ديال الاوريغانو. صافي غنخلط كلشي هادشي دابا. صافي شلايده ها هي وجدتها هانتوما، تنجي هنا غير الاول كلاد، غادي نشعلها هنايا، غادي ندير ليها المود مانويل مثلا 240، غنخليها تسخن واحد شويه باش غندير فيها القطيبات، غندي هادشي للطابله راه اللي وجدت كنديه، شوف نحط الطبيله، هاد الشلايضه كتجي زوينه وبنينه فيها ريحه كمون. صافي هنا تنجي الكلاط تندهنها بشويه ديال الزيت ولا الشوايه ديالكم ولا اللي عندكم، وغادي ندير فيها هاد القطيبات هادو، نحاول نستفهم هنايا هكا، نستفهم كلهم ديال الزيت. صافي وغنسد عليها، درتها هنا قبيله فاش كتسخن على درجه حراره 240. صافي وغادي نجي للطبق ديال التقديم، رشت فيه غير الخص ها هو كيف تشوفوا معايا هنايا، التزيين حتى هو تيكون زوين، ودرت هنايا غير البرتقال هكا والفكوس، نزين به حتى هو الطبق هكا. صافي نستنى بين موجدوا ليا هذوك، وعمرت بريري ديال اتاي، وبديت كندي كلشي المائده شوفوهم دابا ها انتما شفتو، مازال ما طابوش خليهم يتشوا مزيان، غادي نعقد بقى انا، حنا غنحطهم دابا في الطويله وراه هو كيأذن. ها الطيبات ها انتم شفتوهم ديال الحوت، هما هادو لي سيكوندير هادو اسكو يدي
نحطوهم تاعهم هنا، عمرنا الطبيله معايا ولاد اختي، والطواجين ديالهم بنفس الكفيته. ها هو هذا راه تيجي رائع، ما جابش ليا جاكم كيفي موس. غنفتح معكم وحيده شوفوهم من الداخل ديالهم كتيجيو، شفتوا؟ نخليه مفتوح يلا شويه يتنفس حتى نجي حداه نحلو. هي الشوربه، ها هي الشوربه، خلاص تجي خطيره زوينه بزاف وبنينه. ها الخضيره شويه الحوت تجي بنينه، داك المرق ديال الحوت بلا ما تضيعوه ترميه. وميالي ما عرفتش واش غيبغوا يصبطوها ولا يخليوها. عمرت براد ديال العتاي، حطيت التمر، درت داك ايبلي ديك السلطه ديال البربور اللي درت البارح، وصافي درت العصير ديال الفريز، العصير ديال التفاح مع داكشي اللي عصرته. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو بطبيعتها. هما نسينا واش بغيت نرطبهم ولا اختي قال لك احسن كل واحد يهز اللي بغى يرطب ويدير اللي بغى، نحط معاهم الصلصات والزيتون والعسل. ونتمنى يكون الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، شجعتكم القناه، والى فيديو قادم ان شاء الله ما تنساوش لايك وبارطاج. مع السلامه، نهاركم مبروك.